الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يخرج هذه المنظومة الصحية عن إطارها الوظيفي، يريد أن يخلي هذه المنظومة الصحية بشكل قصري حتى لا تستطيع القيام بوظائفها الطبية لإنقاذ آلاف الجرحى والمرضى في قطاع غزة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان وهو يحاول جاهدا بكل الوسائل إخراج هذه المنظومة عن خدماتها وخروجها تماما عن الخدمة، يعني موت وقتل آلاف الجرحى والمرضى دفعة واحدة.